حقيقة العمل المستمر في جامع النبي يونس عليه السلام. الآن احنا وصلنا إلى مستوى الرئيسي للمصلى العلوي لآخر مرحلة من البناء. هذا المصلى اللي هو بينو المسار أو الممر اللي يروح إلى المقعد النبي يونس عليه السلام. العمل مستمر، ما عدنا بينه أي تلكؤات. حاليا البعثة الألمانية متواجدة بالموقع وأيضا تقوم باستكمال التحريات الأثرية واستكشافات في الجزء الشمالي الشرقي من الجامع. التعاون مستمر مع مفتشية الآثار والوقف السني دائرة الهندسية في العمل، ولا يوجد معوقات حاليا. أيضا المنارة استكملنا قاعدة المنارة الآن، وإن شاء الله راح نبدأ في بدن المنارة في المرحلة القادمة. يعني احنا راعينا الطراز القديم وبنفس الوقت طراز العمارة الموصلية التراثية اللي راح تكون بالتفاصيل والأحجار والفرش وإلى آخره في التفاصيل القادمة.